هو ايه الهدف التاني ده يا جماعه بتاع الجزائر؟ يعني انت طبعا دي حاجه ممكن تتكرر في حياتك مره او مرتين وممكن ما تتكررش تاني. يعني احنا سمعنا مثلا ان حارس طلع وجاب هدف، مثلا سمعنا مثلا ان حارس مثلا لم لاعب اتقطعت منه عند المباراه بتاعته، لكن ما سمعناش خالص ان الحارس مثلا يروح عند المرمى بتاع الخصم لحد هناك وفي الاخر الكره يا عيني تتقطع ويروحوا في الدقائق اصلا اللي هو اصلا حتى الوقت البدل ضائع اصلا خلص، وبالتالي تقدر ان الجزائر انها تجيب هدف تاني. هدف غريب بالشكل يا جماعه، اللاعب ياخد الكره يعتبر من قدام المنطقه بتاعته لحد ما يوصل للمرمى بتاع الخصم بتاعه ويحرز الهدف بكل اعصاب هاديه وبكل اريحيه، والحارس احنا ما شفناهوش خالص في اللقطه دي على الاطلاق، غير لما احنا الحارس لمح فقط لا غير في المنطقه بتاعه الخصم فقط لا غير. ونقدر دلوقتي نقول في ختام بطوله كاس العرب مليون مبروك لمنتخب الجزائر، الفوز على منتخب تونس بهدفين دون رد في نهائي بطولة كأس العرب. ايه رأيك في المباراة؟ اكتب رأيك في التعليق واشترك في القناة وفعل زر الجرس.